السلام عليكم ورحمة الله نستكمل دروس بلندر الدروس الشرح باللغة العربية درس اليوم خاص بتصميم لوجو 3D عندنا هنا نسخة 2D تم استيرادها عن طريق image reference أو background وعندنا هنا ممكن نسميها front ممكن أو طبعا نقلل الشفافية والأوباستي ممكن نقول point seven أو point five هنا مش شرط نشتغل بيه مش شرط نشتغل بالأبعاد لأن لوجو ولكن لو الطبعه 3D فنشتغل بالأبعاد أفضل هنسنتر بس اللوجو هنا كده في المنتصف ونبدأ في الديزاين نبدأ نيو بلين هنبدأ من هذا الجزء هنقوله لكن نبدأ إن ده يكون فراغ بعد كده ممكن نعمل كونكت طبعا هنضيف هنا ميرور فاير. المفترض يكون في عندنا سكرين كاست كيز وليكن بهذا اللون طيب اي شيء بضغطه بيظهر هنا كده وليكن ضغط ار جي ليفت ماوس رايت كليك هكذا طيب هنضيف هنا الميرور مودفاير يعني طبعا اسهل شيء ان نقوم برسم لوجو 3 دي فهنا بوينت هنا بوينت اخرى ممكن نضيف هنا ثلاثة لوب كت نضيف نقطة هنا هكذا نقطة هكذا نقطة هكذا نقطة هنا ونقطة طيب ده كده الشكل المبدئي لما نضغط كنترول 1 أو 2 فبيكون عندنا سموث شيدنج هكذا ازاي نتغلب على هذه النقطة ممكن اننا نضيف هنا نضيف ولكن هنا edge هكذا وممكن نضيف هنا edge هكذا فالصبي سيرفيس سيكون اتنين وليكن فهنا النقاط محتاجة بعض الترتيب طيب مبدئيا مبدئيا ممكن نحط هنا كده تمام ده كده أول جزء عندنا طيب آه هنختار أي vertex من هنا وليكن vertex هذه شيفت دي في الزد وبعد كده separate by selection نختار هذه النقطة و extrude 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 هكذا ونفعل كليبنج واكسترود اكسترود هكذا آه بعد كده آه نضغط على كنترول رايت كليك وبنعمل اكسترود آه ببعض النقاط هكذا ثم ممكن نضغط هنا هكذا جي في الإكس وهنا وليكن نقطة هكذا وجي طيب ده كده مبدئيا ده كده مبدئيًا أول جزء فإحنا ممكن نختار بعض النقاط و Xtrude في الاكس X آه ثم آه في عندنا هنا ممكن نضغط Bill آه ممكن بعد كده ممكن نضيف هنا Loop Cut و Xtrude هنا 1 2 3 وهنا 4 أه نعمل و ويفل هكذا طيب أه ممكن نعمل هنا فيل 1 2 3 هنا ثلاثه فيرتكس نعمل فيل وبعد كده 1 2 3 ثم ثم بعد ذلك حقيقة ممكن هنا وان تمانية وهنا نضيف هنختار ولكن اتنين هكذا ونعمل فيل هو الموضوع بسيط جدا اسهل شيء اللوجو 3 دي او تحويل طيب نختار هذا فيل ثم فيل ال... طيب ممتاز جدا جدا ماذا بعد طيب كده عندنا هنا ده ممكن نسمي هذا الجزء اوبر وهنا لور ده مثلا ديزاين او لوجو طيب في بعد كده عندنا في عندنا هنا العلامات اللي هي باللون الابيض فدي من اسهل من اسهل ما يمكن نفس الموضوع نختار اي نقطه في ال في الابر شيفت دي سيبريت باي سلكشن بعد كده جي وبعد كده نعمل, إكس آه نعمل اكسترود هكذا طيب ممتاز جدا بعد كده بنعمل اكسترود بعد كده فاذا ممكن نسمي ده وايت بوردر طيب نستكمل هنا هنعمل تريسنج هنا اكسترود هكذا اكسترود هكذا اكسترود هكذا اكسترود في اتجاه الزد اكسترود في اتجاه الاكس و اكسترود هكذا طيب آه بعد كده إكسترود وإكسترود في اتجاه الزد وإكسترود <hesitation> آه طيب ممكن هنعمل فل ممكن هنعمل فل وفل فل وفل هنا أيضا فيل ال... وفيل ال... طيب آه خلينا أول نعمل تريس كده نشوف لو في أي لو في أي لو في أي, لو في أي loop cut ممكن نضيفها هنا هنضيف هنا لوبكات آه يعني هنا ممكن نستخدم آه ممكن نستخدم في 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 طيب uh, تقريبا هذا الجزء احتاج ان نضيف هنا كاتس عشان الجزء ده ستريت هكذا آه ثم بعد ذلك ممكن نضيف آه لوب كات هنا آه لوب كات هنا ايضا لوب كات هنا ايضا لوب كت طيب كلام سليم نفس الموضوع هنختار ولكن تو فيرتكس الموضوع طبعا زي ما قلنا ان اللوجو 3 دي من, من, اسهل تصميماتنا نعمل كونفرت لوجو 2 دي عبارة عن تريسنج في التريسنج في منه اكتر من, من 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 نوع اللي احنا بنعمله دلوقتي ده اسمه ايدج ايدج او ايدج ايدج اكستروجن لان بنعمل لل اكستروجن هكذا طيب وما ننساش السيت فلو اللي بيعمل سموث للشكل السيت فلو عباره عن ادون زي ما قلنا قبل كده اكتر مره الست فلو عباره عن ادون مجانيه تماما وظيفتها ان بتعمل سموس الشكل آه زي كده آه اي أجي بتعمل بتعمل سموس هكذا طيب كلام سليم كلام سليم طيب يعني ده كده بالنسبة لي تصميم المسجد حقيقة ممكن إننا نعمل في هذا الجزء مؤقتا أو ممكن نقول طيب هنعمله فيل مع ذلك ولكن خلينا ننشئ اللي هو الحلال ف الهلال فالهلال ممكن ننشئه عن طريق مثلا وليكن سيركل عفوا هنختار السيركل هيكون السيركل وليكن اربعه وعشرين او ممكن نقول عشرين وسكيل طبعا طبعا ال ممكن نستخدم اس في جي لو مش عايزين نرسم الهلال هيكون في اشكال الاس في جي فممكن نستخدم دي طريقه ايضا طريقه الاس في جي ولكن كل الطرق كما يقول كل الطرق تؤدي الى روما عموما هنقول كده هنا وليكن أه طيب نعمل هنا في الهكذا ثم أه في هكذا طيب هذا كلام سليم بعد كذا سموس هكذا وممكن هذا يكون سموس طيب كده تقريبا الشكل عندنا انتهينا من تصميم اللوجو يتبقى لدينا الاكستروجن هنضيف الدبس ونضيف الماتيريال والخامات والريندر وهكذا ده كده تقريبا اللوجو عندنا جاهز طيب انا هنا هحرك بعض النقاط انا اعرف الكلام ده ليه بعد شويه أه ولكن نحرك هنا بعض النقاط هكذا أه ممكن نحرك هذه النقاط أه ممكن نحرك ايضا هذه النقطه وايضا هذه النقطه طيب أيوة. اول شيء هنضيف اكستروجن في اتجاه ال اكستروجن وليكن بوينت او وان واكستروجن بوينت تو وليكن او بوينت فور ممكن نقول بوينت فور واكستروجن 0.01 ليه يعني عملنا تلاتة اكستروجن بدل اننا نعمل لوب كات ف الاكستروجن الاول عمل لوكات كات اكستروجن الثاني عمل لوب هنا فده الشكل عندنا نفس اللي عملناه ممكن نعمل اكستروجن هكذا بوينت فور او لكن زي ما احنا شايفين الشكل عندنا خلينا نشوف طبعا انا اضطر ان احذف الفيسز نضيف هنا لوب كات وهنا لوب كات وهنا سموث وهنا ده سموث خلينا نشوف هنا ما فيش هنا اي اكستروجن تمام ما فيش هنا الفراغ ده بيبقى هنا ما فيش اي فراغ ان احذفه فده كده كلام سليم اللوجو يعني تقريبا زي ما احنا متوقعين تمام آه طيب في بعد كده الوايت بوردرز الوايت بالنسبة للوايت جي في الواي ماينس بوينت فور و اول و اكستروجن ماينس بوينت او ون و اكستروجن ماينس بوينت و واكستروجن ماينس بوينت طيب ده كلام كده سليم uh, ده كده كلام سليم uh, طيب بعد ذلك في عندنا تقريبا الهلال الهلال هيكون في هذا الجزء اكستروجن و واكستروجن و وإكس ايضا سموث طيب التصميم دي يعتبر جاهز ولكن انا شايف هنا ممكن نعمل سيت فلو و Foi. طيب دلوقتي كده احنا ظبطنا كده الموديل مفيش اي مشكله لكن يتبقى لدينا نقفل بقى دلوقتي دي مش محتاجين الجزء ده يتبقى لدينا الرندر هنضيف هنا background جراوند ار اكس 90 ديجريز هننقلها للكاميرا كولكشن دي كده الكاميرا كوليكشن هنسمي دي ايضا باك جراوند اللون مؤقتا ممكن نقول المفترض اللون يكون وود فممكن انراب اول حاجه ابلاي للسكيل انراب وهنضيف هنا خامه ممكن الخشب فممكن نضيف وليكن الخامة ديت سكيل ستة ونشوف التأثير أه طبعا السكيل اكتر من لازم فنكون نخلي اربعة وفي في اليو في سيلكت 90 degrees. طيب ده كلام سليم هنا ده كده يكون عبارة عن بلاستيك فممكن نستخدم أدون سانتوس ونضيف هنا ماتيريال البلاستيك أبلاي ونغير هنا اللون نقول إن, إن الكالر هيكون بهذا الشكل ممكن الرفنس أبونت تو أو بوينت ون بدون ترانسميشن السكيل وليكن اتناشر البمب وليكن بونت ون كلام سليم نفس ده كده نفس الماتيريال ولكن اللون مختلف شوية الهكس فاليو عبارة عن هذا الرقم عفوا هنا الهكس فاليو عبارة عن هذا الرقم ده كده عبارة عن وايت ده ممكن ببساطة يكون بلاستيك أيضا ولكن وايت وايت هكذا ده عبارة عن وايت وده نفس الموضوع نفس اللون الو نفس الوايت ولكن في عندنا هنا هذا الجزء هذا الجزء بلاستيك ولكن لون مختلف شوية نعمل الصين عفوا ااا آه. هنختار الإجز الخارجية ونضغط كريز لو الطريقة دي لو هذه الطريقة ما نفعت ممكن نجرب طرق أخرى ممكن نجرب انسيت عفوا سلكت انسيت كنترول بلاس الصين شو هالمشكلة تمام ده كده اللوجو 3 دي فممكن نضيف هنا دلوقتي الكاميرا الكاميرا وليكن تسعين فوكال لينس او خلينا نقول سبعين وهنا ده يكون سكوير وليكن الف وخمسمية هنا في الفيو image to فيو يعني بهذا الشكل وطبعا ينقصنا الاضاءة اسرع شي في الاضاءة ان نضيف اتش ار اي ده كده طبعا بدون اي اضاءة فممكن طبعا نضيف هنا area light هكذا area light وليكن ثلاثة هنا ده ربعمية وليكن هذا اللون فن هنضيف هنا ايضا image هيكون الفيل اللايت هنا ايمج هيكون ايميشن للاسترينس كوادراتيك وهنا سموث وان سترينس وليكن سبعة ده كده عباره عن الفيل لايت ممكن نضيف اتش دي ار اي طيب ده كده عندنا اللايت باستخدام ال HDRI فقط خلينا نشوف يعني تقريبا معقول آه معقول ده كده باستخدام الإضاءة حقيقة آه النتيجة يعني مرضية إلى حد ما ممكن يعمل دلوقتي رندر ده كان آه درس اليوم اللي هيفرق في الديزاين عن التاني الإضاءة انا ضفت اضاءه بسيطه جدا ما اي تعقيدات ممكن طبعا حد يضيف ميتال هنا احنا كده ضفنا كله بلاستيك ممكن حد يضيف ميتال ممكن حد يضيف هنا ده يكون جولد ولكن احنا مش يعني اتبعنا التصميم الاساسي ده كان كان عباره عن درس اليوم ازاي نحول لوجو 2 d صوره الى لوجو 3 دي باستخدام فور فري باستخدام برنامج بلندر الدرس القادم ان شاء الله هيكون عن تصميم منتج وهي هيكون المنتج عبارة عن رابر باند من شركة اونر تابعوا القناة واشتركوا في القناة وبعد درس تصميم المنتج القادم هيكون في سلسلة كاملة ان شاء الله عن الشادر ايتر والنود ايتر نشرح فيه بالتفصيل ازاي ننشئ بروسيجرال التيكشر باستخدام النود ايتر بدون الحاجة الى اي ايميج تيكشرز.